مع الأجواء الشتوية بقى الموجودة دلوقتي لا بديل قدام الأهالي للدفايات، وإحنا بنتكلم عن الدفايات القطن اللي الحقيقة بتكون عنصر مهم حاليا في اللبس سواء للصغار أو للكبار. يا ترى أسعارها إيه السنة دي ومواصفاتها سواء القطنية أو الصوف؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من الأستاذة سامح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير، اهلا يا استاذه دينا. صباح الورد عليكي. عايزين بقى حضرتك تطمنينا عن اسعار الدفايات في الشتاء السنه دي. تمام، عايزه اقول لكل المشاهدين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول الموسم الشتوي. عايزين نتكلم طبعا بخصوص البرد والدفايات. احنا عندنا دفايات كتيره قوي وليها استخدامات متنوعه. عندنا الدفايات الحراريه، الحاجات الخاصه اللي بتتلبس تحت الملابس واللي بتتلبس فوق الملابس، وفي كمان اللي بتتحط على السرير. فاحنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها. احنا الدفايات الحراريه عندنا في خامات كتيره مستخدمه. في عندنا خامات زي المايكروفايبر. المايكروفايبر دي ممكن يتم استخدامها خارجيا، يعني ممكن الناس بتلبسها من بره الهدوم، والناس دلوقتي بقت تحب تجيبها وتخرج بيها عادي على حسب الالوان اللي ممكن تكون متاحه بالنسبه لهم. بالنسبه للدفايات في عندنا خامات كتير قوي متنوعه برضو. في عندنا ميلتون، في عندنا قطن على بوليستر ده اللي بنسميه مخلوط، في عندنا قطيفه، في عندنا فرو، وفي عندنا صوف. خلينا نقول ان ممكن الاسعار، يعني احنا عايزين نعرف تفاصيل كمان عن الاسعار. الاسعار بتبدا من 50 جنيه للدفايه اللي هو بيبقى قطعتين، عباره عن بنسميه تي شيرت مثلا بكم طويل ومعاه بنطلون، بيبدا من 50 جنيه وممكن يوصل لحد 1000 جنيه على حسب الخامات المستخدمه. طيب هل الدفايات القطن ولا الصوف بتكون مناسبه اكتر؟ هقول لحضرتك كل واحد على حسب بشرته. يعني في حد ممكن ما يستحملش يكون الصوف مباشر او يبقى في نسبه من الصوف مباشره لبشرته، فبالتالي بيستخدم قطن 100%، والقطن بيدفي جدا، والقطن ده من اعلى واجود الانواع الموجوده لان بيبقى له طبقه مبطنه داخليا. ممكن تكون قطيفه، يعني قطن من بره وقطيفه من جوه، بس برضه داخل في نسبه قطن كبيره جدا. ممكن يكون الطبقه الداخليه فرو على حسب. وطبعا كل مستهلك عارف هو ايه اللي بيمشي معاه وايه اللي ما بيمشيش. في ناس ممكن تلبس المخلوط يجي لها حساسيه فيبقى بالنسبه له بيميل اكتر للقطن، بس طبعا القطن اعتقد ان ما فيش خلاف عليه. القطن 100% اللي بيكون بدون اي خامات دخيله عليه ده بيكون مناسب لكل انواع البشره. لكن في ناس بتحب صوف بس، يقول لك لا الصوف بالنسبه لي افضل او المخلوط بالنسبه له افضل. عايزين نطمن الناس ان حتى اي حد يقدر يشتري بدءا من 50 جنيه الطقم كامل على بعضه وبرضه بيدفي، بس هو طبعا ما بيبقاش قطن 100%، ده بيبقى قطن مخلوط. طيب عايزين برضو حضرتك، يعني بالنسبه للناس اللي نازله تشتري دفايات، عايزين حضرتك بس تقول لهم شويه نصايح يهتموا بيها ان هم يعني اول ما ينزلوا يشتروا دفايات. كل واحد طبعا بيحدد هو محتاج ايه، بيحدد نوع بشرته علشان ما يصطدمش بالواقع. بيروح بيسال، بيشوف المنتج، لو حد عنده حساسيه من بدائل القطن يسال هل دي قطن 100% ولا لا، علشان ما ياخدش الحاجه ويرجع يحس ان فيها مشكله وما يعرفش يرجعها بعد ما يلبسها. اول حاجه لازم يكون محدد هو عايز ايه. تاني حاجه الاسعار عندنا متاحه لكل الناس. انا برضو مش عايزه الناس تقلق من النقطه دي، وكل واحد عارف احتياجاته بالقيمه اللي يقدر يجيب بيها، بالمحلات اللي ممكن يشتري منها. وانا شايفه ان ما فيش اي مشاكل ممكن تواجه اي حد ان هو يشتري الدفايات زي ما قلت لحضرتك، سواء كانت الدفايات المايكرو فايبر اللي بتتلبس فوق الهدوم او اللي بتتفرش على السرير او حتى اللي بتتلبس من تحت الهدوم. فما اعتقدش ان هيبقى في مشكله ممكن تواجه حد يحتاجوا عليها نصيحه. هم كلهم اكيد عندهم وعي بالاماكن اللي ممكن يجيبوا منها وباحتياجاتهم الفعليه. طبعا في النهايه بنشكر حضرتك جدا استاذه سماح هيكل، عضو مجلس اداره بالغرفه التجاريه بالقاهره عن شعبه الملابس الجاهزه. شكرا لحضرتك جدا، شكرا جزيلا.